هل سمعت من قبل عن الرجل الذي ولد بأربع أعين؟ وماذا عن المرأة ذات الأيدي الأكبر في العالم؟ أو الرجل الذي حطم كل الأرقام القياسية؟ ما يشترك فيه هؤلاء الناس هو أنهم فاجأوا الكوكب بأسره. في هذه الحلقة سأريكم الناس الذين أدهشوا العالم بأسره. دعونا نذهب. عادة ما تعني كلمة أربع عيون الشخص الذي يرتدي نظارة، ومع ذلك هناك أشخاص غير عاديين يمكن تسميتهم بأربع أعين بالمعنى الحقيقي للكلمة، ومنهم بافيل كورشاجين من روسيا. لقد ولد بأربع عيون بالإضافة إلى عينيه المعتادة، كان لديه جفون زائدة وشقوق في عينيه. كما اكتشف الأطباء الذين فحصوه أن للطفل زوجان من الأوردة، وشعر رأسه بلونين أبيض وأحمر. سرعان ما أصبح واضحا أن الطفل كان لديه زوجان من الأعضاء الأخرى أيضا، وعلى الأرجح فقد اندمج بتوأمه في الرحم مما أدى إلى ذلك. فمنذ الولادة كان بافيل أعمى تماماً. لحسن الحظ حصل على المساعدة. بعد خضوعه للعديد من العمليات الجراحية بدأ يرى القليل حتى أنه تمكن من الذهاب إلى المدرسة. ربما تكون قد سمعت عن شق اللسان، وهو إجراء يتم فيه فتح اللسان تحت تأثير التخدير الموضعي، مما يؤدي إلى انقسام لسان الشخص مثل لسان الأفعى. يمكنك القول يترك الشخص بلسانين، لكن أحيانا تعطي الطبيعة نفسها للإنسان لسانين. مثلا منذ وقت ليس ببعيد ولدت فتاة في الولايات المتحدة صدمت العلماء. لقد ولدت بفمين ولسانين. أظهر فحص الفتاة بعد الولادة أن حجم فمها الثاني كان حوالي سنتيمتر واحد. اعتبر العلماء أن سبب الشذوذ هو عيب خلقي نادر يتسبب في تكرار الهياكل القحفية الوجهية. انتهت هذه القصة أيضا بشكل جيد. عندما بلغت الفتاة من العمر 6 أشهر خضعت لعملية جراحية. أزال الأطباء الفم الزائد وسرعان ما التأمت الغرز وأصبحت الطفلة بأمان. ألسنة إضافية تحقق، عيون إضافية تحقق، ولكن ماذا عن بعض الأطراف الزائدة؟ هل يمكن لأي شخص الحصول عليها؟ بالتأكيد بعض هؤلاء الأشخاص الفريدين لافت للنظر بشكل خاص. حالة ديباك باسوان غريبة. ولد هذا الرجل في الهند في بداية القرن 21، وأذهل جميع الأطباء من خلال نمو ساقين وذراعين زائدة من صدره. كان السبب هو الاندماج مع توأم لم يكن لديه وقت للنمو في الرحم. جعل الشذوذ الخلقي النادر ديباك مشهوراً منذ ولادته. بدأ الحجاج الهندوس المحليون بزيارة منزل عائلة باسوان لعبادة الطفل، ولقد اعتبروا ديباك على أنه تجسيد للإله فيشنو الذي يصور عادة بأطرافه الزائدة. لحسن الحظ انتهى كل هذا في عام 2010 عندما وافق مستشفى خيري في بنغالور على إجراء عملية جراحية مجاناً. نجح الجراحون في إزالة الأطراف الزائدة من صدر ديباك، وأتيحت له فرصة ليعيش حياة طبيعية. بعض الناس لديهم أطراف زائدة، في حين أن البعض الآخر لديهم أطراف ضخمة. أصبح العالم على علم بشاب من الصين يدعى ليو هوا بسبب مرض تسبب له في الكثير من الإزعاج. ولد ليو مصابا في طرفه الأيسر، ونتيجة لذلك بدأ في النمو بشكل كبير ووصل إلى حجم لا يصدق. وفقا للعلماء تعرض ليو إلى العملقة، وهو مرض لا يزداد فيه حجم الجسم بأكمله بل يزداد جزء منه فقط. أدت العملقة إلى حقيقة أن اليد اليسرى لليو نمت إلى حجم مجنون، فقد كانت تزن 10 كيلوغرامات. أيضا كان طول أصابع اليد الضخمة مختلفا، بلغ طول إبهام ليو 26 سنتيمترا، ووصل إصبع السبابة إلى 30 سنتيمترا، والإصبع الأوسط إلى 15 سنتيمترا، بينما كانت الأصابع الأخرى بالحجم الطبيعي. كان من الصعب للغاية التعايش مع مثل هذا الطرف. على الرغم من أن الأطباء أجروا عملية جراحية وخفضوا حجم يدي ليو، إلا أنه لا يزال غير قادر على استخدامها بشكل كامل. امرأة تدعى دوانغ جيكس ماكسامام كانت أقل حظاً. إن هذه المواطنة التايلاندية لديها طرفان كبيرا الحجم. يصعب تصديق ذلك، لكن الوزن الإجمالي ليد المرأة يقارب 100 كيلوغرام. يمكن تفسير هذه الحالة على أنها عملقة، لكن العلماء يعتقدون أنها شيء يسمى داء الفيل. إنه اضطراب يتجلى في الزيادة المستمرة في حجم جزء من الجسم بسبب فرط نمو الجلد. نتيجة هذا المرض هي تحول الأطراف البشرية
الفورية إلى أطراف تشبه الفيل. عادة ما يصيب المرض الأصابع واليدين فقط، لكن هذه الحالة كانت أكثر تميزا. تتأثر أطراف هذه المرأة تماما من أصابعها إلى كتفيها، ووفقا للعلماء هذه هي الحالة الوحيدة في العالم. لسوء الحظ لا يوجد علاج مناسب لهذا الوضع. كما يقول العلماء، هناك طريقة واحدة فقط لحل المشكلة وهي البتر، لكن هذه المرأة لا تريد ذلك، بل إنها معتادة بالفعل على أطرافها العملاقة لدرجة أنها تمتلك متجرا خاصا بها تديره بنجاح. هذه الأمريكية البالغة من العمر 49 عاما من لوس أنجلوس أذهلت العالم بفخذيها الضخمين، محيطهما 2.4 متر. من المدهش أن محيط خصر ميكل يبلغ 102 سنتيمتر فقط، ويبلغ طولها 164 سنتيمترا، ووزنها حوالي 190 كيلوغرام. يمكن تفسير خصوصية الجسد هذه من خلال العملاقة أيضا. لم تطور ميكل هذا الجانب من جسدها في مرحلة مبكرة، كانت فتاة عادية حتى سن 22، وتغير ذلك بعد أن رزقت بطفلها الأول. اكتسبت ميكل 25 كيلوغراما في فترة زمنية قصيرة، أنجبت 3 أطفال آخرين، واستمر وزنها في النمو، خاصة أن فخذيها أصبحا أكبر وأكبر. وفقا للعلماء، بعد الولادة أصيبت ميكل بالوذمة الشحمية، وهو مرض يتميز بتوزيع غير طبيعي للأنسجة الدهنية. لا تستطيع ميكل التباهي بإطلالة جيدة، لكن لا يمكنك قول ذلك عن جوليا جينثل من روسيا. من السهل عليها أن تصل إلى الأرض أو تقوم بعمل شاق، ومن السهل أيضا أن تلتف بشكل مذهل. هذه الفتاة مرنة بشكل مدهش. يبدو الأمر كما لو أن جوليا ولدت بدون عظام، حيث إنها تنحني وتمتد كما لو أن قوانين الفيزياء لا تنطبق عليها. مرونة جوليا ناتجة عن مرض خطير في الوتر، مما منحها مرونة خاصة في الجسم منذ الطفولة. وبالطبع فإن مرونتها هي نتيجة التدريب المستمر أيضا. تعتبر جوليا الآن الفتاة الأكثر مرونة عالميا. إنها قادرة على ثني نفسها إلى النصف تقريبا وذراعيها حول ساقيها. جوليا هي حاملة رقمين قياسيين في موسوعة غينيس. أما بالنسبة إلى أشيرتا فورمان، سجلت جينثل مرتين في موسوعة غينيس، لكن فورمان سجل 600 مرة. هذه هي الحقيقة. يمكن أن يسمى أشيرتا صاحب الرقم القياسي، لأن السجلات هي حرفيا معنى الحياة لهذا الأمريكي. كان أشيرتا البالغ من العمر 67 عاما يحطم الأرقام القياسية منذ عام 79. اليوم قد يكون أشيرتا مدرجا في كتاب غينيس لرمي كرة بينج بونج بمضرب لمدة 3 ساعات متتالية، وغدا قد يكون في موسوعة غينيس لمشي أطول مسافة في الأهرامات المصرية أثناء موازنة عارضة البلياردو على ذراعيه. وفقا للأمريكي نفسه، يريد أن يظهر للعالم كله أن فرصه وقدراته لا حدود لها. هذا كل شيء يا رفاق. ما هو أكثر شخص أعجبك في هذا الفيديو؟ شكرا لكم على المشاهدة، وأراكم لاحقاً.